You're very special, kid. I agreed to take you back to your own kind, so that's what I need to do. And they're gonna take real good care of you. What do you know of the Jedi? Nothing. I can lead you to one of their kind. What is that thing? I keep it around for luck. Yeah! You're gonna need it where you're headed. Long live. ازيكم يا جماعه عاملين ايه رجعنا مع المسلسل اسمه ذا ماندالوريان اللي هي كانت الحلقه الاخيره من الموسم الثاني نزلت امبارح واتعمل لها ستريمينج على شبكه ديزني بلس وطبعا زي ما احنا عارفين ان المسلسل مأخوذ من السلسلة الشهيرة بتاعة ستار وورز او حرب الكواكب من المبدع والمؤلف جورج لوكس المسلسل بطولة بيدرو باسكيل اللي هو كان عمل اعمال كثير قبل كده منها مسلسل جيم اوف ثرونز وبطولة جينا كارانو وكار ويزرز وبطولة كمان جون كارلو إسبوزيتو وكيتي ساكهوف ومن تأليف وإنتاج وإخراج جون فافرو اللي أخرج بعض الحلقات من المسلسل وجون فافرو كمان هو اللي أسس شركة جولم كرييشنز اللي هي تعتبر اول اول حاجه او بقوله اعمالها اللي هو مسلسل زمان دالوريان في الموسم الثاني من المسلسل بيكمل القصه اللي هو البطل دين جارين او زي ما بيتقال في المسلسل اسمه ماندو ومعاه اللي هو الكائن اللي مع اللي هو اسمه بيبي يودا اللي هو عرفنا اسمه بعد كده باسم جروجو رحله البحث عن الجداي علشان يقدر يسلم ليهم علشان في حاجة غريبة بالنسبة الطفل ده. وفي كل حلقة من الثمان حلقات بتاعت الموسم الثاني آه بيقابل ناس وبيطلب منهم ان هو يعرف عنوان او مكان الجداي آه بيدلوه يعني بيدلوه هنتات او حاجات تقدر تساعده تمام مقابل ان هو يقدر يساعدهم آه في آه مشكلة معينة يعني بيبقى كويست قصاد كويست يعني آه ده القصة باختصار بتاعت الموسم الثاني آه بعد كده ممكن الكلام آه اللي هقوله بعد كده هيتضمن حرق لبعض الاحداث فطبعا اللي ما شافش الموسم الثاني يستحسن يسيب الفيديو ويروح يتفرج عشان هو صراحه سيزون رائع من اوله لاخره تمام آه نبتدي نتكلم آه رايي في الموسم الثاني آه احسن بكتير من الموسم الاول طبعا آه من ناحيه الاكشن والاحداث وال وإجابات كتيرة للأسئلة الكتيرة اللي حصلت في الموسم الأول كان بالظبط كان تقريبا شركة ديزني بتحاول تصالح الفانز والمعجبين لستار وورز عن العك اللي حصل في الفيلم الأخير بتاع ذا رايز أوف ذا سكاي ووكر فالصراحه كاكشن وانتاج انت مش بتتفرج على مسلسل لا ده حاجه اعلى بكتير يعني تقريبا بعد فشل الجزء الاخير بتاع رايز سكاي ووكر كانوا بالظبط ركزوا في السيزون ده بالذات ونزلوا بكل تقلهم فمن ناحيه الخدع والافكتات والكلام ده كله يعني بقى بادجت عالي قوي ما بقاش ما مش بنتفرج على مسلسل تلفزيوني بقى فيلم سينمائي وفيلم سينمائي كمان من الدرجه الاولى وبرغم النهاية الرائعة للحلقة التامنة اللي شفناها امبارح بس في طبعا اسئلة كتير ظهرت يعني بقى هل سيزون 3 هيبقى شكله ايه ده لو كان في سيزون 3 اصلا يعني هل ماندو هو هيبقى هو البطل بتاع سيزون 3 ولا هو كده خلاص خلص الكويست بتاعه وسلم جروجو للوك سكاي ووكر تمام علشان بقى لوك سكاي ووكر هيبقى بقى هو البيبي سيتر بقى ايه الجديد وكده وهو اللي هيمرنه بعد ما مشي هو وار 2 دي 2 واخدوا جروجو معاهم فمش عارفين برضه هل برضه هيبقى في سيزون ثلاثة ولا لا وخصوصا بعد دين جارن لما بين ارتباطه لجروجو اكتر من الكود بتاع اللي هو الماندالوريان ذات نفسه اللي هو عن طريق ان هو شال الخوذه وبين وشه قصاد الناس كلها اللي كانت موجوده في سبيل ان هو يودعه الوداع بقى الصح هل كده خلاص شغل ماندو كده خلص ده مش لسه مش عارفين وخصوصا فتح حتة يعني حاجات تانية هل برضو بعد ما ماندو اخد اللي هو الدارك سيبر هل كده هو له الحق انه في العرش بتاع كوكب مندلور وهل هو فعلا هيحرره تمام ولا لا ده احنا لسه ايه مش عارفين النقط دي وهل برضو بو كتان هتسيب له ان هو ياخد عرش مندلور ولا هتحاربه علشان تبقى ليها الحق في الدارك سيبر ويبقى ليها الحق ان هي تطالب بالعرش الكوكب ده لسه برضو مش عارفين ولا ممكن بوكاتان تقبل ماندو ان هو القائد بتاعها والريس بتاعها ويحرره مع بعض ماندلور وبرضو اخبار بوبا فيت احنا لما شفنا في حتى كده بعد الكريدتس لما خلصت ان بوبا فيت رجع للمكان اللي هو القصر بتاع جابا زهط وهو اللي اخد العرش بتاعه تمام هل ده بعد كده هيبقى في سبين اوف من المسلسل هيطلع هيبقى بطوله بوبا فيت ولا ايه الاخبار فيه يعني اسئله كتيره يعني طلعت من نهايه الحلقه الاخيره بالذات ومش عارفين برضو مصير موف جيديان هيبقى ايه الاخبار بعد كان ما لحقوه من هو كان يموت نفسه هل هيبقى بس مجرد اسير بس في النيو ريبابليك ولا ايه الاخبار فدي مجرد بس اسئله عشان الواحد فعلا من الصعب ان هو يتخيل سيزون 3 هيبقى شكله ايه وطبعا الحلقة الأخيرة اللي في سيزون التاني كانت حلوة قوي برغم اللي هي برغم إن هي النهاية اللي ممكن واحد يعتبر إن هي يعني إيه مش هقول كروتة لا يعني سهلة إن لوك نزل وخلص على الدارك تروبرز كلهم طبعا بعد ما شفنا معركة دارك روبر واحدة مع دين دي جارن كانت صعبة ازاي وحظه كان حلو انه عرف ينتصر عليه بالصدفة تمام فطبعا المعركة كانت غير متكافئة خالص فطبعا الكم الرهيب اللي كان بيخش لهم في السفينة فحظهم الحلو ان لوك جي خلص الدنيا فالخلاصه بقول ان السيزون 2 جميل والسيزون 1 برضه حلو يعني المسلسل كله لو القصه خلصت على كده فتعتبر تعتبر قصه حلوه وكويست جميل وخلص وطبعا ده سامح اخطاء كثيرة حصلت من شركه ديزني مع الثلاث اجزاء اللي هي السيكوال اللي هي عملتهم قبل كده تقييمي لمسلسل ذا ماندالوريان السيزون 2 هو 9 من 10 ولو اتفرجتوا على المسلسل وعجبكم قولوا لي في الكومنتات عجبكم ليه ولو اتفرجتوا عليه وما عجبكمش قولوا لي برده في الكومنتات ما عجبكمش ليه عشان نتناقش مع بعض وسلام